بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. خلاص هنبدأ دلوقتي فكرة محاضرتنا اللي هي برتب حلمك الجرافيكي، واللي احنا اتكلمنا عليها من شوية هنبدأ نعيدها تاني بهدوء خالص، وبهدى عشان الكلام لو بيتأخر عند الناس هتلاقوني بهدى في الكلام شوية. خلاص احنا اتكلمنا للفكرة رتب حلمك الجرافيكي ده اجتهاد شخصي، ما هو إلا اجتهاد شخصي مني، فلو اخطأت في حاجة الناس سامحني، وان شاء الله لو في صواب الناس تدعي لي بالخير ان شاء الله تعالى، ربنا يوفق الجميع باذن الله فيها. خلاص اللي هيختلف معايا في المحاضرة دي هننتظر اختلافه بحيث ان الجميع يستفيد منها، اي اختلاف او عدم اقتناع باي حاجة من اللي انا بقولها هنبدأ نتكلم فيها مع بعض باذن الله تعالى. خلاص بعد المحاضرة او في مدة الاسئلة بتاعتنا ان شاء الله تعالى. خلاص هنبدأ نخش دلوقتي فكرة المحاضرة زي ما اتكلمنا، بنعيدها تاني فكرة المحاضرة. فكرة المحاضرة جت من حاجتين، من تجربتي الشخصية لما دخلت في المجال. أول ما دخلت في المجال حسيت إن الجرافيك جميل وكل حاجة فيه كويسة، بس الموضوع كبير وغير واضح المعالم، محدش خد بإيدي علشان يوصلني أتعلم إيه ولا أدخل أنهي مجال من المجالات. خلاص كده، فدي أول حاجة فكرة المحاضرة، اللي محدش رتب لي حلمي اللي أنا أحلمه إزاي، أنا رتبته بنفسي لحد يعني ايه بركة ربنا يعني. وتاني حاجة بعض الأشخاص اللي دخلوا في المجال بدأوا يتكلموا معايا على الجرافيك وعايزين نتعلم والحاجات دي كلها، فبدأت برضه الأمور ما كانتش ايه واضحة معايا. فدي فكرة المحاضرة جت من كده. في حاجة بتحصل لنا كلنا أو بتحصل للعديد للناس الكتير اللي بتخش المجال، اللي هو في البداية بيخش المجال بنشاطه حيوية، بعد كده شوية النشاط والحيوية بيقلوا علشان بيتوه في المجال. المجال فيه كتير، المجال فيه 2D و3D، المجال فيه رسوم متحركة، المجال فيه طباعة، المجال فيه تصميم ويب، المجال فيه تصميم برمجيات، كل الحاجات دي جوه مجال الجرافيك، فالناس بتتوه جوه الحاجات دي كلها. المجال فيه برامج كتيرة خاصة بالجرافيك، في فوتوشوب، في الستريتور، في انديزاين، في 3D ماكس، في مايا وهكذا، والناس بتتوه فيه، فبتبدأ يقل نشاطه الحيوي عشان هي بتتعلم حاجات كتير، نشاطها بيتقطع، بتبدأ تتعلم شوية فوتوشوب، بتبدأ تتعلم شوية فلاش، تبدا تتعلم شويه مش عارف ايه، فبتبدا تتوه. بعد ما بتبدا تتوه بتبدا مفيش منتج او مفيش اي حاجه خارجه واضحه بالنسبه لها. خلاص فبالتالي بيحصل ايه التالي، اللي هي بيبدا الياس يوصل لها، انا مش عارف اتعلم، انا مش مبدع، انا مش عارف احترف، انا مش عارفه ايه وهكذا. كل ده بيحصل لنا، وكل ده بيبقى في نتيجه مهمه جدا بتحصل لنا، النتيجه اللي في بعض الناس بتاجل حلمها لحلم تاني، عايزه تتفوق في شغلها، مش عارف ايه، خلاص الشغل ده او المجال ده مش بتاعي، انا راجل مش مبدع، انا راجل ما بعرفش حاجه، الحاجات الكلام اللي احنا بنسمعه كتير من الناس. والجزء الثاني اللي في ناس بتدي كارت احمر لموضوع خالص، يعني بيطرد خالص، يبقى في طرد للموضوع اللي انا مش هكمل فيه، انا مش عارف اصلا هكمل فيه ايه، فخلاص كده هو بيقتل حلمه في البدايه اللي هو عايز يبقى مصمم جرافيك او مصمم ميديا. خلاص احنا بنقول له لا، خلاص احنا بنقول له ايه؟ لا، احنا بنقول له لا ليه؟ علشان احنا عندنا النهارده حاجه كويسه جدا هنعملها مع بعض، اللي احنا عندنا هنرسم مليون درس ومليون امل للناس كلها. خلاص ودي مش كلمتي على فكره، هنرسم مليون درس ومليون امل للناس كلها اللي بتتابعنا، اللي احنا نعمل ترتيب لحلم الجرافيك بتاعه. خلاص نعمل ترتيب لحلم الجرافيك ازاي، وازاي نرسم مليون درس وامل للناس؟ عن طريق التاني، عن طريق اللي احنا هنقسم حلم الجرافيك بتاعنا لجزئين، جزء اساسي او مطلوب علشان تخش في الجرافيك، وجزء مجالات الجرافيك هي ايه، ونبدا نتكلم وندردش مع بعض فيها بحيث ان الناس تتخصص. الناس تتخصص زي ايه بس؟ هديكم مثال قبل ما نخش في الموضوع. المثال بسيط جدا، اللي ملعب كره القدم فيه كذا مركز، في ناس هجوم، في خط وسط، في الدفاع، في الجون، وفي المدرب بره. هل انا ممكن اقوم بكل الحاجات دي؟ انا ممكن العب في كل حاجه في كل اتجاه، بس انا فين؟ انا مين؟ هل انا هجوم ومتميز في الهجوم؟ هل انا دفاع متميز في الدفاع؟ هل انا الوينج اليمين الشمال؟ دي فكره الجرافيك، انت ايه في ملعب الجرافيك بتاعنا. فاحنا هنتكلم دلوقتي عن حاجه بسيطه جدا او موضوع بسيط جدا في الجرافيك او بدايه الجرافيك اللي احنا رتب الحلم بتاعنا، اللي مجال الجرافيك بينقسم لجزئين. مجال الجرافيك مقسوم لجزئين، مقسوم لرغبة ومقسوم لإبداع.
ويعني ايه رغبة ويعني ايه ابداع. دي اول جزئية في ترتيب حلمنا الجرافيكي او في ترتيب حلمنا لدخول مجال الجرافيك، اللي انا يكون عندي رغبة ويكون عندي ابداع. وهنمسك حتة بحتة كده بالراحة خالص ونعرف يعني ايه الرغبة ويعني ايه الابداع. الرغبة مهمة جدا، اللي هي تبقى رغبة طالعة من قلبك وحابب الموضوع اللي انت عايز تتعلم وتشتغل في المجال ده، مش مجرد التسلية. بمعنى مش مجرد التسلية يعني ايه؟ يعني مش اللي انت هتجيب صورة وتغير فيها، هتجيب وش وتغير فيه، في ناس بتحب تلعب كده خلاص. لا، لو انت عندك رغبة صادقة في التعلم والعمل في المجال الجرافيك ده، هيبقى دي اول جزئية في سلم حلمك، حلمك اللي احنا نحققه، او في ترتيب حلمك، اللي انت يكون عندك رغبة كويسة جدا خلاص. والرغبة الكويسة دي هتساعدك اللي انت تتعلم كويس، هتساعدك اللي انت تتدرب كويس على المجال، هتساعدك اللي انت تخش المجال بقوة. دي اول جزئية اللي هي الرغبة. تاني جزئية الابداع، وده فيه اختلاف كتير بقى، اللي فيه ناس عندها وناس ما عندهاش صح. وفي ناس بتقول لنفسها انا ما عنديش ابداع، انا مش مبدع، انا ما عنديش اي شيء بيقول ان انا مبدع خلاص. معايا؟ لا، انا معاهم في الحته دي. معاهم في الحته دي ازاي؟ اللي انا بقول اللي فيه ناس يمتلكوا الابداع بالفطره، دي بتاعت ربنا، دي خلقه ربنا، هو مبدع، فبتلاقيه عامل تصميمات واو رائعه، عامل شغل حلو، عنده افكار حلوه، عشان هو مبدع بالفطره. ودي الفروق الفرديه بيننا وبين بعض، بيننا وبين الاشخاص كلهم. في واحد مبدع وفي واحد مش مبدع. احنا بنلعب على حته اللي مش مبدع دي. انا ما عنديش حد مش مبدع، هو مبدع، هو جواه كتير، هو جواه حاجات كتيره حلوه، هو جواه ابداع كتير، بس هو مش عارف يخرجه ازاي. ازاي بقى نخرجه في مجال الجرافيك؟ لما اجي اخش في مجال الجرافيك انا محتاج ايه علشان ابقى مبدع؟ احنا ملناش دعوه باللي يمتلك، خلينا في اللي لا يمتلك. في اللي لا يمتلك ده خلاص، ده اللي هو احنا عايزينه. كيف ياتي الابداع؟ انا عايز ابدع في مجال الجرافيك. ازاي ابدع؟ عايز ابدع في مجال الجرافيك لازم اعمل حاجات مهمه جدا وانا داخل جوه المجال. اشوف اول حاجه تصميمات في جميع مجالات الجرافيك. عايز مثلا تصميمات في الفيديو، اتفرج في تصميمات الفيديو، في الطباعه والبروشور والفلاير اتفرج كتير، في اليوفط الخارجيه او الدور والاندور اتفرج، في الانيميشن والرسوم المتحركه وال3 دي اتفرج. لازم يجي عندك فتره ان انت لازم تشاهد كتير، تخش على مواقع، تتفرج على تصميمات في الشارع، تتفرج على تصميمات في معارض، تجيب كتب بتتفرج على تصميمات فيها. كل الحاجات دي كلها بتساعدك اللي انت تنمي التاتشات بتاعت الابداع عندك خلاص. لازم تشاهد كتير. تاني جزئيه دي، ودي ممكن ما تبقاش متوفره عند ناس كتير، اللي انت تتعلم او تلازم مصمم اكثر خبره، يعني سبقك في المجال، تخش تتكلم معاه، تشوف تصميماته، يعني تبقى زي تابع ليه، زي زمان كده لما كنا بنشوف اللي بيدرسوا زمان في الحديث الشريف والحاجات دي كلها، كان يتبع عالم من العلماء يبقى معاه خلاص، يبقى تابع للعالم ده بياخد علمه كده. فانت بتبقى تابع لمصمم محترف من المصممين. ولو انت عملت سيرش على الانترنت هتلاقي كتير، ممكن تتبادل معاهم المعلومه ويديك معلومه، تشوف تصميماتهم، يدوك نقد على التصميمات بتاعتك، ويدوك فكره افكار والحاجات دي كلها. فدي تاني نقطه في كيف اكون مبدع خلاص. تالت نقطه ودي مهمه عندي، اهم من النقطتين كمان اللي فاتوا، الثقه بالنفس. اي واحد مننا ليس اقل ابداعا من اي شخص، بس الفرق اللي الشخص ده سبقه في المجال فخد خبره فاثقلت ابداعه. انت عندك لسه الخبره ما جاتش، فلسه الابداع صغير، لازم تسقيه ميه زي الشجره الصغيره او زي النبته الصغيره علشان الابداع يجي. لازم سنه بسنه، لازم يبقى عندي ثقه بالنفس. ما تخليش حد يقول لك انت مش مبدع. لا، انا مبدع، بس ممكن يبقى الابداع بتاعي مثلا 10%، ممكن انميه شويه بالطريقه دي وهكذا خلاص. فالابداع مهم جدا، اللي انا ابقى عندي ثقه في نفسي، اللي انا عندي ابداع، بس ممكن يكون نسبته صغيره، ممكن يكون نسبته قليله، فانا هزوده او هعمله. اخر حاجه عندي عشان اوصل لتطوير الابداع والحاجات دي كلها عندي، اللي هو التدريب الكثير واخذ دورات في المجال المستهدف. لازم اتدرب كتير، لازم ادور على دورات، لازم اخش دورات. واحنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله الدورات بقت على الانترنت مجانا، بتخش في منتديات تلاقي دورات اجنبيه وعربي، بتلاقي يعني الموضوع المجال ما كانش زي الاول لازم تاخد دورات بفلوس، لا دلوقتي بقت العمليه مجانا، وبتلاقي حاجات تعليميه كتير على الانترنت، وتلاقي توتوريال، وتلاقي حاجات كلها، وبتبدا تشتغل معاك ايه حاجه كويسه
وجميله وكل حاجه تمام التمام. فكل ده حاجات مهمه جدا عشان ابدا، علشان ابدا علشان اخش المجال لازم يبقى عندي الرغبه، وقلنا الرغبه يبقى بتعلم بجد. تاني حاجه لازم يبقى عندي الابداع، لو انا مش عندي الابداع بنميه ازاي؟ بنميه بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي. ولازم يبقى عندي ثقه في نفسي جدا، ودي مهمه جدا. الناس لو لاحظت اللي انا قلت ايه، مشاهده الكثير بالتصميمات في مجالات الجرافيك، شفتوا بقى مجالات الجرافيك دي، ده الجزء الثاني في ترتيب الحلم بتاعنا. بمعنى ايه؟ انا دخلت الجرافيك وانت قاعد تقول لي يا عم هتبدع، يا عم عندك رغبه، طب ما انا مش عارف هبدع في ايه وهرغب في ايه. لا، انت عندك رغبه في تعلم المجال، وعندك الابداع اللي انت هتبدع في المجال. بس ايه المجالات؟ المجالات دي بقى اللي احنا هتبدا اماكنك في الايه، في ملعب الكوره، انت هجوم ولا دفاع ولا خط نص ولا جون ولا ايه بالظبط. وهي دي المجالات اللي فيها اجتهاد شخصي شويه، وفي بعض الناس مجتهده اكتر مني في الحاجات دي، مفسراها بتفسير اكتر. مجالات الجرافيك انا حددتهم كده في 7 مجالات، ممكن يزيدوا وممكن يقلوا. اول مجال عندي تصميم الاعلامي والطباعه، تاني مجال عندي تصميم المواقع، تالت مجال عندي تصميم الواجهات الخاصه بالبرامج اللي بتنزل على الجوالات الجديده زي الايفون والاندرويد والحاجات دي كلها، وعلى التابلت زي الايباد والسامسونج والحاجات دي كلها، تصميم واجهات المالتي ميديا سي دي، المالتي ميديا سي دي خلاص. تاني حاجه تصميم مونتاج الافلام والمؤثرات خلاص. تالت عندي حاجه تانية تصميم الرسوم المتحركه، واخر حاجه تصميم 3 دي او التصميم ثلاثي الابعاد. دي مجالات الجرافيك اللي عندي، دي مجالات الجرافيك اللي عندي خلاص. مجالات الجرافيك اللي عندي دي مهمه جدا علشان ترتب لي الحلم بتاعي. لازم اتخصص في مجال، لازم اعرف المجال اللي انا هلاقي نفسي فيه. في البدايه كلنا بنخش في المجالات كلها، كلنا بنخبط في المجالات، وده اللي بيسبب لنا قله النشاط والياس، اللي انت مش عارف تتخصص في ايه او المجالات غير واضحه معاك خلاص. فاحنا النهارده هنطرح المجالات دي ونبدا ندردش مع بعض كل مجال ندخل فيه بايه، او نتعلم فيه ايه، او المجال ده ايه وضعه او ايه موضوعه. ببساطه وانا عندي استعداد ان شاء الله اتواصل مع الناس بعد كده للي عايز يتخصص اكتر او الحاجات دي كلها. فهنمسك مثلا مجال التصميم الاعلاني والطباعه. مجال التصميم الاعلاني والطباعه ده مجال كبير جدا وعليه شغل كتير، وده كل الناس بتلجأ ليه علشان ده خاص بالمطبوعات، الكتب خاص بالمطبوعات، خاص بالبروشور، خاص بالفلاير، خاص بالحاجات دي كلها، خاص بالاعلانات خلاص. فالتصميم الاعلاني والطباعه ده انا ممكن اشتغل فيه. طب انا عايز اشتغل في الطباعه والاعلانات، اعمل ايه؟ لازم اتعلم مجموعه من البرامج، لازم اتعلم مجموعه من الاساسيات. مجموعه البرامج اللي انا لازم اتعلمها برامج تبقى خاصه بتعديل الصور. انا مش هدي اسماء برامج ليه؟ علشان الناس ما تقولش ان انا هي البرامج دي. لا، اي برنامج بعدل فيه الصور، في برامج محترفه وفي برامج على القد، خلينا في المحترفه. فعندك برامج مثلا زي الفوتوشوب ده على اساسهم خلاص، ده بيعدل في الصور. عندك برامج خاصه بالفيكتور اللي هي بترسم، عشان لو هترسم شعار هتعدل على شعار، الحاجات دي كلها. في برامج كتير، الاستريتور، عندك الكور درو، عندك الحاجات دي كلها. في برامج خاصه بتصميم المجلات والكتب، لازم زي الانديزاين. كل دي برامج خاصه لازم اتعلمها علشان ابقى دخلت في المجال ده. ولازم اتعلم حاجه تانية مهمه جدا، اساسات الطباعه. فصل الالوان ازاي، الصور والريزوليوشن بتاعها عاليه ازاي، الحاجات دي كلها. فكل مجال من ده انا هبدا اتكلم فيه. فانا اتكلمت في اول مجال عندي اللي هو مجال التصميم الاعلاني خلاص. التصميم الاعلاني زي ما انتم شايفين كده، ده التصميم الاعلاني والطباعه، وشغلها بسيط جدا. اللي انا لازم اتعلم مجموعه برامج، لازم اتعلم مجموعه من الاساسيات، ومجموعه الاساسيات بتاعتي اللي هي اساسيات الطباعه، اساسيات النشر ازاي، اساسيات فصل الالوان، علشان ابدا اشتغل فيها. فده اول مجال عندي فتح دراعاته لينا اللي عايز يخش فيه خلاص كده. تاني مجال عندي اللي هو تصميم المواقع، وده منتشر جدا دلوقتي وفي شغل، اللي انت بتصمم واجهات المواقع وواجهات المنتديات زي اللي انت بتشوفها خلاص. بتبدا تعمل، تبقى عارف الموقع مقاسه كام في كام، تبدا يبقى عندك بعض الخلفيه عن البرمجه بسيطه خلاص، تبدا تعمل خلفيه عن تصميمات البرمجه خلاص، تبدا تعمل الشغل ده كله علشان تبدا تطلع واجهات
كويسه خاصه بالتصميم المواقع زي اللي انتم بتشوفوها دلوقتي. تبدا يبقى عندك عارف الزراير بتتعمل ازاي. في برامج كتير بتصمم على راسهم طبعا الفوتوشوب برضو بيصمم المواقع، بس يبقى لازم عندك درايه في تصميم المواقع، اللي انت مش هتاخد فوتوشوب بس، لا لازم يبقى عندك فكره عن ال HTML، لازم يبقى عندك فكره عن ال CSS علشان تقطع بيه الكود بتاعك والحاجات دي كلها. ده تصميم البرامج، ده تصميم الايه المواقع. لو انت عايز تعمل تصميم لواجهات المواقع وتبدا تتعامل في فريق عمل مع الناس اللي بتصمم المواقع عشان تدي للمبرمجين، فده تاني مجال عندي علشان ابدا ارتب شغلي فيه. خلاص كده. تالت مجال عندي، والمجال ده لسه منتشر حديثا بسبب حداثه الاجهزه الحديثه. حداثه الاجهزه الحديثه زي الايه؟ زي التابلت وزي التليفونات المحموله الجديده اللي هي التاتش سكرين والحاجات دي كلها. خلاص. كل دي بتتطلب ليها برامج بتنزل عليها. البرامج دي بيبقى ليها واجهات معينه، واجهات معينه. الواجهات دي انا ببدا اصمم الواجهات دي كجرافيك، ويبدا المبرمج يبدا يشتغل عليه، ويبدا المبرمج يشتغل عليها. يبدا المبرمج يشتغل عليها ازاي؟ اللي هو بياخد الواجهات دي مني ويبدا يرفع البرنامج بتاعه. خلاص معايا كده. فدي ده مجال جديد جدا منتشر، اللي انت تصمم واجهات الخاصه ببرامج الموبايل والتابلت. وفي برامج كتير بتقدمها دلوقتي، اللي انت لو هتصممها انيميشن متحركه او ثابته، ممكن تصممها عن طريق الفلاش متحركه، وممكن تصممها ثابته لو عن طريق الفوتوشوب والبرامج الخاصه بيه او الالستريتور والحاجات دي كلها. خلاص كده. فدي المجال اللي احنا بتاع تصميم واجهات البرامج والتابلت، برضو ده خاص بالجرافيك. خلاص كده. في تصميم واجهات المالتي ميديا، ودي برضو منتشره. اللي انت عندك سيدهات مالتي ميديا في السوق خاصه بالقران الكريم، خاصه بالدروس التعليميه، خاصه بالحاجات دي كلها، فبتبقى محتاجه مجال جرافيك برضو خاص بيها، اللي هي تصمم ازاي الخلفيات، تصمم ازاي الباتونز الزراير اللي هتنزل عليها. كل ده انا برضو بشتغل بيها، فده برضو كله بصممه وابدا اديه للمبرمج الخاص بالمالتي ميديا، بالمالتي ميديا سي دي. وده مجال برضو احترافي، اللي انت بيبقى كل تخصصك اللي انت تصمم واجهات المالتي ميديا، بتبقى عارف مقاساتها كام، بتبقى عارف الموضوع بتاعها ماشي ازاي، الزراير والحاجات دي كلها، وبتبقى عندك درايه بالمالتي ميديا، فبتبدا تطلع حاجات رائعه زي ما احنا بنشوف في السوق. خلاص كده. في عندي مجال تاني، وده مجال رائع دلوقتي منتشر عشان انتشار القنوات الفضائيه وانتشار السينما والحاجات دي كلها، اللي هي تصميم المونتاج الافلام والمؤثرات الخاصه بيه. وده احنا بندي عليه دبلومه دلوقتي حاليا، في دبلومه شغاله خاصه بالموضوع ده خالص. خلاص. اللي هي ازاي اصمم مونتاج الافلام والمؤثرات الصوتيه والمرئيه زي اللي بتشوفوها في الافلام والحاجات دي كلها. ازاي اعمل فيلم صغير، ازاي اعمل كليبايه صغيره خاصه بيا للشغل بتاعي، لمشروع التخرج بتاعي، لاي حاجه، لاي حاجه ازاي اقدر اعملها. فده تصميم ومونتاج، ده مجال جديد جدا، ممكن اقدر ادرس برامج مونتاج فيه تصميم خاصه بيها، ادرس برامج خاصه بالمؤثرات الصوتيه، بالمؤثرات المرئيه. عندي برامج كتير بقى زي البريمير، زي الافتر افكت، زي الفاينل كات، زي الاوديس، كل البرامج دي، زي الاوديشن خاص بالصوت. كل دي برامج متخصصه عشان تدخلك المجال ده، علشان تدخلك المجال ده. عندي مجال تاني مهم جدا، اللي هو تصميم الرسوم المتحركه، وده ناس كتير عايزه تخش فيه، ده ناس كتير. برامج الرسوم المتحركه كان زمان المجال ده صعب، كان زمان المجال ده صعب علشان محتاج ان انت لازم ترسم على ورق وتسحب سكان للورق والحاجات دي كلها. دلوقتي بقى سهل ليه؟ في برامج بقت سهلت عليك، اللي انت ممكن ترسم الرسمه وتسحبها وتبدا تحرك جوه البرامج دي، تعمل لها الحركه بتاعتها بسهوله، زي الانيمو، زي برامج كتير خاصه بتصميم الرسوم المتحركه. بس لازم عشان اخش المجال ده ادرس ايه؟ لازم ادرس فنيات الحركه، فنيات تشريح الجسم. خلاص. علشان اقدر اخش في المجال ده لو انا عايز ابدع في مجال الرسوم المتحركه. ففنيات الحركه وفنيات تشريح الجسم بتديك الحركه ازاي بتشتغل، عشان لما تيجي تعمل رسوم متحركه تبقى عارف حركه الجسم شغاله ازاي، ميكانيكيه حركه الجسم، مش اللي انا فكره اللي انا برسم وخلاص، مش انا برسم وخلاص بايدي، لا، ميكانيكيه حركه الجسم بتساعدك ازاي تتصور الرسوم المتحركه بتاعتك كويس. خلاص كده؟ معايا كده؟ فدي تصميم الرسوم المتحركه. معايا؟ اخر مجال عندي اللي هو مجال تصميم ثلاثي الابعاد. وتصميم ثلاثي الابعاد ده حاجات كتير، انا ممكن اعمل تصميمات ثلاثيه الابعاد للافلام، ممكن اعمل تاثيرات ثلاثيه الابعاد،
ممكن اعمل تصميم ثلاثي الابعاد معماري زي الديكوريشن والحاجات دي كلها، ممكن اعمل تصميمات مطبوعات ثلاثيه الابعاد. فهتلاقي دلوقتي مجال ثلاثي الابعاد ده دخل في حاجات كتير، مجال ثلاثي الابعاد بدا يدخل معاك في حاجات كتير، برامج كتير ممكن اتعلمها منه، ممكن اعمل رسوم متحركه ثلاثيه الابعاد، ده مجال برضه خلاص. فهتلاقي ثلاثيه الابعاد بيخدم معاك في برامج كتير، بيخدم معاك في برامج رسوم متحركه بيداخل فيها. لو انت عايز تتعلم ترسم رسوم متحركه ثلاثيه الابعاد عندك المايه، عايز ترسم حاجات معماريه ديكوريشن والحاجات دي عندك 3 دي ماكس ممكن ترسم من عليه، وهكذا. فده مجال كبير جدا للي عايز يتخصص فيه، عايز يتخصص بس هيتخصص في ايه جزء منه. لازم برضو يدرس فنيات او ميكانيكيه ثلاثيه الابعاد. يعني ايه ثلاثي الابعاد اصلا؟ في الكونسبت كده معاك في ثلاثي الابعاد اللي انت لازم تعرف يعني ايه الثلاثي، وليس اللي انت تخش عايز اتعلم 3 دي ماكس عايز اتعلم مايه، لا لازم اعرف التاتشات الاولانيه خلاص، لازم اعرف التاتشات الاولانيه بتاعتنا. التاتشات الاولانيه في ثلاثيه الابعاد هي ايه؟ انا عندي ثلاثي الابعاد شكله ازاي؟ الناس مشكلتها بتتوه في المجالات علشان بتمسك مجال مجال، بتخش في تعليم البرامج ما بتخشش في الاساسيات. فكل مجال زي ما احنا وضحنا كده ليه اساسيات. فدي اخر حاجه عندي في المجالات. هسيب لكم الاسئله دلوقتي والمناقشه، بس يا ريت الناس تصبر على بعضيها في الاسئله، يا ريت الناس تصبر في الاسئله. تصبر في الاسئله ازاي؟ السؤال عشان اقدر اجاوب عليه. خلاص؟ خلاص كده؟ هنفتح الشات دلوقتي، الناس سؤال سؤال كده وهبدا اجاوب عليه. انا المحاضره بسيطه، عارف اللي في بعض الناس عندها اسئله كتير، بس الناس ايه؟ سؤال سؤال كده ونبدا نشتغل مع بعض باذن الله تعالى.